وصلنا فترة الاستراحة، التقيت هنا في بعض نقول الشباب عمره 70 سنة، لكن الشباب عمره 70 سنة ويتزلج، عمره 70 سنة ويقول لي تعال خلي أعلمك التزلج. أوكي هسه أعرفكم عليه الأخ. أنا هذا الشخص اسمه ألبير. ألبيرت عمره 70 سنة، الله يعطيه الصحة والعافية، ومعلم ما تزلج، وهو يتزلج على الثلوج. شيء شم كربيك كوبازانيم، وحتى لا تقولون دي باله. هذا راكي إستراكتن. إستراكتن. أوكي معلم من الدرجة الأولى، من عمره 5-6 سنين هو يمارس التزلج، وخاف يقولون يبالغ. احنا راح اصور لكم الأحذية، هذه الأحذية اللي لابسها. أوكي وقاعد هنا يدخن، يقول هسه أدخن وأشرب القهوة ويطلع يتزلج. أنا أيضا صاحب من الآخر قارني، هذا الشخص الآخر أيضا تزلج، هنا عمره شوية صغير. أصبركم زنان في جاك شخص لبولتهم زانجا مير همار ميرو. يدعوكم، يقول أي واحد يحب التزلج يريد يتعلم التزلج خلي يتصل بينا. أوكي همار إلى همار ناسا حسي ساكون يا تخمال بانك الدرس. هذه الأوضاع في منتجع صاخ كازور، تشوفون يعني بصراحة أنا أيضا مستغرب، السواح والمتزلجين بكثرة. من اليوم أعتقد إذا ما غلطان المفروض ساحة التزلج والتلفريتكات تشتغل الحد لغاية الساعة 11 ليلا، وفي الشهر القادم في فبراير سيكون هنا ألعاب أولمبية للتزلج على الثلوج. Okay.